الامتحان الحقيقي لاي بناء في اي شيء احنا بنبنيه في هذه الحياه هو عندما تاتي العواصف الهوجاء الرياح العاتيه وهون طبعا بيبين طبعا معدن الانسان ودوافع الانسان وبيظهر حقيقه الانسان عند الامتحان لهذا ابتدانا بالقراءه ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات والغريب احبائي اكثر من 80% من المجتمع في الشرق الاوسط وشمال افريقيا نحن نعرف اننا شعب متدين ولكن الاغرب انه 80% من المتدينين تقول الاحصائيه انه 80% طبعا يحضر او يشاهد افلام اباحيه ولا اخلاقي فكيف تستطيع ان تدمج بين الحياه الدينيه والحياه الاباحيه في نفس الشخص فاذا نحن مجتمع يعني لربما عندنا انفصام الشخصيه في هذا الموضوع لا نستطيع ان نميز بين اخلاقيات الملكوت وبين تعليم المسيح بالمقارنه مع ما يقدمه هذا العالم من مبادئ فاسده ومن شر مستطير اللي بحاول يضغط علينا كمجتمع شرقي فالامتحان احبائي الحقيقي لاي بناء هو عندما تاتي العواصف الهوجاء لاحظ انه ربط الموضوع اسمع ما يقول يسوع المسيح فكل من يسمع اقوالي فكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل عاقل فهنا لاحظ الكلام هنا يتكلم المسيح كالمسيح كالمسية وهنا يتكلم كالملك يعني أي المخلص والمخلص ويتكلم كالديان يتكلم كالله المتجسد بالسلطان الفائق اخوتي واخواتي